أهلا وسهلا، أنا سالم السعودي من محافظة معان. أكملت دبلوم هندسة اتصالات جوية تختص بالطائرات في كلية الملك ممنوع الطيران المدني، متقاعد من جهاز الأمن العام، فالآن الحمد لله متقاعد، ولكن موقف الأمور عندي إلا أنا أطور بالعلم، أطور علمي، فالتجأت إلى التدريب المهني في محافظة معان، ودربت على كيفية إصلاح وصيانة أجهزة التلفزيون، والحمد لله كانت باب رزق إلي، وأنا رب أسرة، والحمد لله رب العالمين، عدد أفراد الأسرة عندي 8 أفراد، فحبيت أنا كمان وارتأيت أنه أنا أخلي ابني كمان يدرب زي ما أنا تدربت في مؤسسة التدريب المهني، من أجل أنه ما يكون عاطل عن عمل يوم من الأيام إن شاء الله بعون الله سبحانه وتعالى. وإحنا بننصح كل الطلبة وأنه دائما يبحثوا عن عمل، ما يكونوا متقاعسين ويكونوا عالي على أبائهم في البيوت.